ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج الميزان، هنتكلم النهارده على توقعات النص الثاني لشهر اغسطس لعام 2022. مبدئيا كده برج الميزان، احنا عندنا النص الثاني هيكون مختلف في اوقات معينه، خاصه ان المريخ اللي متواجد ببرج الثور من بعد يوم 19 هيكون موجود ببرج الجوزاء، ده المنزل التاسع بالنسبه لنا، وهنا هيكون في دعم كتير من الطاقه، هيبقى عندك احساس حلو قوي قوي وطاقه دفع، يعني عندك كتير اندفاع ناحيه ان انا انجز مشاوير، اخلص اجراءات، تعاملات، الخ، كتبني نفسك بمعنى اصح، وعندك قوه تحمل قويه جدا. النقطة الثانية ان احنا هيكون عندنا برضو تغيير الشمس من موقعها ببرج الاسد لبرج العذراء من بعد يوم 22، يعني يوم 23، ده هيأثر عليك تأثير سلبي نوعا ما من حيث الضغوط الصحية والنفسية، لكن هيكون طاقة المريخ بتخليك ان انت تتحمل هذه المواقف، واللي هو اي عقبة ممكن تقابلني اني اعديها، اني افوتها، اني يعني عارف فكرة الصعوبة اللي ممكن تعدي عندك ده جدا. بس في نقطة معينة، عطارد موجود بالنسبة لك لحد اليوم 25 وفي برج العذراء، ومن يوم 26 هيبقى موجود عندك انت برج الميزان، يعني انت عندك الفترة اللي هي 23 24 25 فيها ضغوط مهنية شديدة جدا، تعطيل، تأخير، بعض الضغوط المهنية او المتطلبات الكتيرة في الشأن المهني، الى ان من يوم 26 هيبقى فيه هدوء، في راحة، في تحسن، في مكسب، في إضافة، في إن أنت بتحاول كتير تجتهد أكثر فأكثر، في قوة في الشأن المهني حقيقية. بالنسبة للتغيير الآخر الموجود ده اللي هو كوكب الزهرة، ده تغيير من النص الأول اللي هو من يوم 12 موجود ببرج الأسد كوكب، فأنت عندك كتير مساعي ناحية قوتك، إن أنت عايز كتير اللي هو أنا أستقوى في حاجة، إن عندك ده، يعني انت بتحاول كتير مراحل الاستقواء من بعد يوم 26، وطاقة حلوة بتاخدها من المريخ، وعطارد هيساعدك من يوم 26 في النطاق المهني. طيب في بقى حاجة مهمة كتير خليني اقولها لك في البداية، انا بتكلم بكل هدوء، بص برج الميزان هو انا ميزان، فانا تعبانة، فايه اللي هو فاهمني هتلاقوني هادية النهاردة، مش بس هكون دقيقة عشان احنا الفترة دي محتاجين ان احنا نكون عندنا نصايح اكتر. انت لازم تاخد بالك كويس قوي، وجود اصلا الشمس او انتقالها لبرج العذراء المنزل ال 12 بالنسبة لك، هنا انت عندك نسبة حسد بتزداد قدر رهيب جدا، باستثناء ان اصلا الفترة اللي هي طول ما عطارد موجود ببرج العذراء انت عندك حسد في الشأن المهني، يعني اصدقاء العمل حاسدينك، يعني اصدقاء العمل عايزين ان انت، عارفين فكرة اللي هو جنازة ويشبعوا فيها لطمة، يعني اللي هم عايزين يوقعوك، عايزينك انك تخسر، عايزينك ان انت تفشل في حاجة معينة، منتظرين انك تقع، لكن هتكون قادر على اثبات نفسك صح من يوم 26، وقادر على الاعداء في الشأن المهني، لكن بيزداد الامر عداوة باحقاد وبحسد وبسحر، فلازم تكونوا حريصين كتير. هتعرفوا ده ازاي؟ هتعرفوه من خلال احلامكم، الاحلام اللي بتحلموها، احساسكم، هتحسوا شوية ان الحياة بالنسبة لكم كأنها نوع من انواع التلطيش، لطش لطش لطش، فهتحس كتير ان الدنيا معاك مش افضل حاجة. حاولوا كتير ان انتوا تلتزموا بالتحصين، وحاولوا كتير ان انتوا تداروا على نفسكم، مش كل الايجابيات اعلنها، مش اي حاجة كويسة تظهرها للاخرين. انا عارفة ان انتم متعطشين للفرحة ومتعطشين لسعادة، واقل خبر حلو عايزين تعلنوه بشكل كتير قوي، لكن دي مشكلة في حد ذاتها، لانها هتجيب لك القرف لحد عندك اكثر فاكثر. لازم تبقى واخد النصيحة دي مش للاسبوع الاخير فقط، لا ده كمان الشهر اللي جاي، ده كمان لاول 3 اسابيع من سبتمبر. طيب برج الميزان، اذا دي نقطة كتير مهمة، هيكون بالنسبة لنا في اشخاص عايزين يعترضوا طريقك، عايزين يوقفوا لك مراكب سايرة من كتر الحقد المتواجد جواهم. هو في ايه يا مي؟ هي الدنيا هتبقى معانا متلطشة قوي؟ لا اصبر، انت بالنسبة لك هيكون عندك قوة تحدي حلوة جدا، بس عارف لما يبقى في رياح موجهة وتزقك قوي، وانت تعافر وتمشي في وسط الريح قوي، والرياح كده وانت كده وبتزق وتعافر،
هو ده نفسه، هو ده نفس الشعور اللي هيكون متواجد عندك خلال الفترة دي يا برج الميزان. برج الميزان بالنسبة لك انت هيكون عندك الفترة دي انت بتعافر وقوي جدا جدا رغم العقبات ورغم الصعوبات. النقطة رقم اتنين ان انت هيكون عندك برضو اشخاص داعمين وكمان حبيب يدعمك، او شخص او اشخاص بتحبك فعليا بتدعمك، وده حسب تأثير كوكب الزهرة المتواجد ببرج الاسد. فهيكون عندك اشخاص بتدعمك بس الاشخاص اللي بيحبوك للأسف هيكون عندك قوتهم مش كترهم مش عددهم، ما بتكلمش على العدد، بتكلم على قوة ان هم يقدروا يقفوا جنبك ويساندوك، يمكن تكون كبيرة بس مش اللي هو بجانب قوتك انت في انك تصد العقبات دي، هتقدر ان انت هتكون قوي على العقبات المتواجدة خلال النص التاني. تمام؟ فانا شايفة ان الشهر او النص التاني من الشهر هو مش صعب، هو حلو انك يبقى في صعوبات او في عداءات وانت قدها، دي حاجة كويسة جدا، دي حاجة كويسة جدا، وانك تكون في خلال النص التاني قادر على اثبات نفسك مهنيا دي حاجة افضل واحسن مما اتخيل يعني. طيب لما اجي اتكلم كجزئية جزئية، تعالوا نحكي الوضع المهني بشكل خاص. الوضع المهني انت لحد قبل يوم 26 انت عندك ضغوط مهنية ولكن عندك المساعي اكبر، يعني الطاقة اكتر في ان انت تكون قد المتطلبات المهنية، قد الضغوط المهنية، قد الاحتياجات والمتطلبات عامة والعداءات، اقوى من العداءات المهنية، هتكون قادر كتير على حماية نفسك بالعافية بالعافية لحد يوم 26، بتقدر تحقق انتصار مهني، بتقدر تحقق قوة مهنية، في عندك ممكن تكون شهادة تقدير، في تكريم، في تحصيل جيد، في من بعد يوم 26 بتحصل عليه. بس خلي بالك كويس قوي ان ممكن تكون ترقيه او منصب الخ، بس خلي بالك كويس قوي ما تعلنش الفرحه دي، ما تعلنش الحاجه دي، ما تبقاش فرحان بيها قوي، داري على نفسك، فاهمني؟ يعني افرح انت وداري على نفسك من اعين الاخرين، ده في الشأن المهني. فانت مستقوي بشكل كتير قوي لحد يوم 26، بعد كده بتصل الى مرحلة القوة والنجاح والتقدم. الامور المالية في عندك متطلبات مالية كتيرة جدا جدا، عندك مصاريف كتير قوي، عندك احتياجات مالية، شاغل بالك بعوامل مالية في خلال الفترة اللي هي الاسبوع الثالث، اللي هي الاسبوع الثالث بصورة كتير قوية، الا ان هيكون في انفراجة مالية في خلال الاسبوع الاخير، برغم برضو ان في عداءات وممكن يكون في مشاكل او اشخاص بتبقى عايزة تاخد منك مال، بتسألك على امور مالية، باصين في مالك جدا، بس في نفس انت هتكون قادر على حماية مالك وممتلكاتك. النقطة بقى اللي بعد كده الوضع العاطفي. الوضع العاطفي للناس اللي هم مش مرتبطين، عندنا علاقات صداقة تتحول لشأن عاطفي، خاصة ان عندك اصدقاء هيكونوا بيساعدوك وبيدعموك بقدر كتير قوي، بيقفوا معاك في محنة او بيقفوا معاك في مشكلة، واللي بيقف معاك في مشكلة هو بيقف معاك عشان بيحبك بجد، وعندك كتير مشاعر هتكن ما بينك وما بين شخص اخر من حتة الاصدقاء. عند الناس اللي هم مرتبطين بالفعل هيكون عندك العلاقة تزداد طاقة، تزداد حب، تزداد مشاعر، تزداد علاقة جيدة، تزداد جو حلو كتير بينشأ ما بينك انت والحبيب، خاصة الحبيب ده لو من ابراج هوائية او ابراج نارية. هيكون عندك مراحل عشق بتعيشها بشكل كتير لذيذ وممتع مع الحبيب جدا جدا، اخبار سارة ما بينك انت والحبيب، الحبيب داعم نفسي كتير قوي ليك يا برج الميزان، ويمكن تعرف قيمة الحبيب اللي جنبك او اللي معاك، سواء من ابراج برضو زي ما بقول لكم هوائية او ابراج نارية، بتعرف قيمته بشكل كتير قوي خلال الفترة دي. بالنسبة للناس المنفصلين اكبر وقت فيه رجوع، اكتر وقت فيه نسبة رجوع، خاصة الشخص اللي انت انفصلت عنه بس ما انفصلتش عنه بشكل متكامل، لا انت منفصل عنه بشكل جزئي، اللي هو ان احنا مش اللي هو مقطعين في شعور بعض، ده هنا اكتر نسبة رجوع هتكون متواجدة. في نسبة رجوع قوية جدا ما بينك وما بين ابراج هوائية، ابراج مائية للأسف، بعتذر، ابراج مائية اللي هو الحوت والعقرب والسرطان جدا، دول اكتر نسبة رجوع متواجدة.
ده بالنسبة للوضع العاطفي. الوضع الصحي انتوا شايفين الحالة بتاعتي والله. فبرج الميزان انت عندك الوضع الصحي للأسف من يوم 23 بيزداد حدية او بيزداد ضغوط صحية، لان كثرة الحسد تصيب الجسد، الحسد بيصيب الجسد. فخلي بالكم كويس قوي 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 يا برج الميزان على صحتكم، وخلي بالكم كل ما تكونوا محصنين نفسكم كويس قوي من العين والحسد والحقد الآخرين، كل ما هتكونوا بمأمن بإذن الرحمن. ده بالنسبة لي برج الميزان. انت عندك العديد من الامنيات، عندك كتير من الاحتياجات والمتطلبات، ولكن بعون الله هيبقى عندك فكرة اللي هو انا اقدر اخلص واقدر انجز واقدر احقق. فعندك ده جدا يا برج الميزان، عشان كده يمكن تكون هتبقى اكثر اصابة او اللي هو العين عليك بصورة متزايدة. ربنا يحميكم ويحمي احبائكم ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.